السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية في الدعاء جاءت متخلخلة بين آيات وأحكام الصيام، ليحث جل وعلا على الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، أي كل فطر صائم. انتهى كلامه رحمه الله. روى الإمام أحمد مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وروى كذلك الإمام أحمد مسند من حديث أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، شك الراوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، عتقاء من النار، ولكل واحد منهم دعوة مستجابة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. ويجب على الداعي أن يراعي الأمور التالية: أولا، الإخلاص لله تعالى في الدعاء، فهو عبادة لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. روى أبو داود في سنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثانيا، ألا يستعجل الداعي في الدعاء، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. لأن بعض الناس يدعو شهر شهرين سنة سنتين، إذا لم يجد الإجابة يترك الدعاء، وهذا خطأ. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله جل وعلا إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. ثالثا، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يدعو يعني بأمر محرم أو فيه قطع لرحمه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رابعا، أن يكون حاضرا حال الدعاء، مقبلا على ربي عز وجل، موقنا بالإجابة. بعض الناس يدعو يقول في نفسه: إن حصلت الإجابة وإلا فلن أخسر شيئا، وهذا خطأ. لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. يعني هل تظن أن الله تعالى يستجيب دعوتك؟ تستجاب. إذا ظننت أن الله تعالى لن يجيب دعاءك فلن تستجاب دعوتك. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد في رواية أخرى: وأنا معه إذا دعاني. قال سفيان بن عيينة: لا يمنع أن أحدكم من الدعاء ما يجد في نفسه، أي من التقصير، فإن الله تعالى أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس. قال تعالى عنه:
قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. خامساً، فعل الطاعات، تقوى الله جل وعلا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة دعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. سادساً، أن يعلم العبد أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء أكل المال الحلال، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو على هذه الحالة يأكل المال الحرام؟ سابعاً، أن يعلم العبد أن من أعظم موانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في سنن الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر أهل العلم أن من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يظهر فاقته وحاجته ويدعو دعاء المضطر، وأن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يتخير الأوقات التي تكون فيها الدعوة أقرب إلى الإجابة من غيرها، كحال السجود بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، في يوم عرفة، في ليلة القدر، في الثلث الأخير من الليل، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المواضع التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك ذلك أن يختار جوامع الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بأدعية جامعة بين خيري الدنيا والآخرة، كان يقول كما في الصحيح: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. أيضا كان يقول: اللهم اهدني وسددني. وقالت عائشة له كما في سنن الترمذي: يا نبي الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.